دكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحي، كلمنا أكتر عن الموضوع ده. دكتور أيمن، مرحب بحضرتك. دكتور أيمن، في البداية كده خليني أسألك سؤال. هو خلاص كل يعني مطار القاهرة خلاص خد كل التعليمات اللازمة بأن كل الناس اللي جاية من بره مش هيكون في خلاص إن احنا نبص على البي سي آر أو إن احنا نشوف التاريخ بتاع اللقاحات بتاعتهم؟ الحقيقة طبعا صدر القرار رقم 3 للجنة العليا لإدارة الأزمة، اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، فور صدوره يوم الخميس. القرار واجب التنفيذ من تاني يوم على طول اللي هو يوم الجمعة. بالفعل صدرت تعليمات لكل منافس الحجر الصحي، مش بس مطار القاهرة ولكن كل المطارات المصرية والمواني، بأن رفع كافة القيود الخاصة بالمسافرين القادمين لمصر. يعني مش مطلوب من أي حد جاي لمصر إن هو يكون لا معاه فاكسينيشن ولا بي سي آر ولا أي نوع من أنواع التحاليل. طيب دكتور أيمن، عايز أسألك على الوضع عالميا. هل في دول العالم، يعني دول أخرى دول العالم، بدأت أن هي تلغي كمان القيود الخاصة بالسفر والإجراءات اللي احنا بيتم اتباعها بمجرد وصول مطارات أخرى، ولا مصر كانت سباقة في الموضوع ده؟ الحقيقة طبعا معظم دول العالم ترفع الإجراءات بالفعل، إجراءات أو القيود بتاعت السفر بالنسبة للقادمين للدول. معظم دول أوروبا وأمريكا رفعوا الإجراءات بالفعل. احنا طبعا بندرس بنقيم الموقف طول الوقت، بنعمل تقدير للموقف وبنشوف الاجراءات ايه والوضع الوبائي ايه في العالم، مع انخفاض معدلات الاصابه اللي موجوده في العالم كله وزياده نسبه المتطعمين في العالم وفي مصر برضه، فابتدينا ان احنا بنرفع الاجراءات. تمام. طيب دكتور، خلينا اسال حضرتك برضو، هل رفع هذه القيود ده معناها ان احنا هنكون مش بنشتبه في اي حد؟ يعني هنشيل برضو سياسه اللي هو ان احنا نشتبه ان في حد نتيجه درجه حرارته مثلا مرتفعه والكلام ده كله، ونبتدي ان احنا نتعامل وكان ما فيش اي مشكله خالص؟ لا يا فندم، هو مش معنى رفع القيود بالنسبه لمرض كوفيد 19 ان احنا رفعنا كافة الإجراءات الوقائية المقررة في المطارات. الحجر الصحي موجود في المطارات طول الوقت ال 24 ساعة على مدار اليوم وفي كل الأيام، وبينظر الناس برضو الموجودين القادمين إلى مصر لأسباب أخرى. يعني إحنا رفعنا قيود بالنسبة للكورونا، إنما لازلنا في إجراءات بالنسبة لجدر القرود، بالنسبة لداء أمراض أخرى متوطنة في بعض دول العالم. فالحجر الصحي بيقوم بدوره طول الوقت. فلا يعني إن عدم وجود أوبئة إن هو الحجر الصحي بيبقى مش موجود. حاجة صحيح موجود في المطارات والمواني طول الوقت، وبيمارس عمله ودوره الوقائي كحماية الدولة المصرية. طب دكتور، بما ان حضرتك ذكرت جدري القرود، فيما يخص هذا الجدري، هل عندنا اجراءات بيتم تطبيقها علشان نلاحظ في حاله دخول اي سائح او اي مصري عائد من بره بتظهر عليه علامات بتدل على اصابته بالجدري ده؟ زي ما قلت وضحت لحضراتكم ان احنا الحجر الصحي موجود في المطارات والمواني طول الوقت، وبيمارس اعمال اخرى كتير غير الكوفيد 19، وبيناظر جميع الركاب القادمين. لا يعني انه يناظرهم ان هو بيوقفهم او بيشوفهم، انما بيشوف اي اعراض. غير كده عندنا ادواتنا والتولز بتاعتنا اللي بنمارس بيها العمل، زي كاميرات بوابات حراريه، كاميرات حراريه، فاحنا بنشوف كل القادمين بغض النظر ان احنا وقفنا الاجراءات بالنسبه للكوفيد، انما بنشوف كل القادمين برضه بالنظر. يعني في معدات حتى وان كانت تعاملها غير مباشر مع المسافرين نفسه. بالظبط كده. تمام. انما خلاص الحركه كلها دلوقتي ما فيش اي حد هيكون محتاج ان هو يطلع اي ورقه بتفيد ان هو ما عندوش كورونا، او ان هو بس يعني واخد تطعيمات او اي حاجه زي كده. يعني بالظبط كده، احنا مش هنوقف اي حد ولا هنساله انت معاك فاكسين ولا لا. يعني ده كان بيبقى تعليمات موجهه لكل شركات الطيران، فكانت بتتاكد قبل حتى ما يطلع من الجهه اللي هو جاي منها ان هو معاه الشروط بتاعت الدخول لجمهوريه مصر العربيه. تمام. احنا يعني متشكرين دلوقتي خلاص هذه الشروط اتلغت تماما، ومحدش هيقف عشان خاطر كوفيد او يتقال له ان انت معاك فاكسين ولا لا او معاك بي سي ار ولا لا.